فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أكل الذبائح المجهولة والمستوردة ولا ندري هل ذكيت زكاة شرعية أو لا؟ الأحوط للإنسان في هذا الزمان، يعني حتى ما يجي من اليهود والنصارى ما هو يذبح على الطريقة الشرعية، يذبح ذبحا آليا في المصانع والمكاين والماء الحار والصعق الكهربائي، يعني ما يمكن أن يذبحون كل وحده على حدة للذبح الشرعي، كميات هائلة يذبحونها في اللحظة واحدة تقطع. فالأحوط للإنسان والأبرأ لذمته لا يأكل من اللحوم المستوردة، وإنما يأكل مما يذبح في البلد من الدواجن ومن الحيوانات. نعم. فضيلة الشيخ، وإذا كان في بلاد الكفار كالمبتعثين والجاليات، فالمسلمون هناك ولله الحمد كونوا لهم مسالخ ومذابح خاصة يشري منهم، يشري من المسلمين الذين هناك يبيعون اللحم ويذبحون، وما فيه بلد تقريبا في العالم إلا وفيه مسلمون ولله الحمد. نعم.